الله أكبر. احتراق الأشجار في محيط حاجز الحرش، الله أكبر. بعد قصف قوات النظام الحي بقذائف الهاون المدفعية، الله أكبر. احتراق الأشجار في محيط حاجز الحرش بدرعا البلد، بعد قصف قوات النظام، الله أكبر. أكبر. الله أكبر. تصاعد الدخان بسبب القصف على حاجز الحرش بعد تحريره من أبطال لواء توحيد الجنوب في معركة الرماح العوالي، الله أكبر.